السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سألت من ضمن الأسئلة اللي جت، يقول لك أنا أروح أشوف سكراب بس ما أقدر أقيمه، كيف تقيم السكراب؟ رحت للزبون، أول شيء تسويه هو أنك تحلل الشخص اللي قدامك، هل هو تاجر سكراب زيك، يعني واحد يبغى يتكسب، عارف قيمة الحاجة اللي عنده ويبغى يتكسب من وراها ويبغى سعر أحسن من سعر الميزان أحيانا. فأنت هنا طبعا الشخص هذا ما راح تنفع تتاخذ منه شيء، ممكن تمشي وتخليه. ليه؟ لأنه ما راح تكسب، رجال فاهم الشغلانة ويبغى أنت تتعامل مع تاجر، وراح وراك نقل وراك. فأنا تواجه ناس كثير من أهل المزارع وأهل ذا، عندهم مجمعين حديد، مجمعين أشياء كثيرة، لكن إيش فاهمين الشغلانة وعارف كم بتجيب له في الميزان، وعنده أمل أنه إيش يأخذ سعر أفضل. هنا ما ينفع. فأما إذا كان واحد يبغى يخلص من النفاية اللي قدامه ذي، من مخلفات، مكانه مزرعة استراحة ويبغى يتخلص منها، وبس إيش يعرف أنه لو جاب عمال نظافة وقال ارموها برا المكان راح تكلف عليه، ولو هو رماها بنفسه راح البلدية تجي تعطيه غرامة، فهي عنده أزمة في المكان وأزمة في الحاجات، ولا أشايفها هو مخلفات لا قيمة لها. هنا تقول استوب، لا هذا أقدر أتفاوض معه. أول ما تيجي المكان زي مثلا الحين إحنا هنا تقيم الحاجات، أول حاجة أبحث عن النحاس والألمنيوم، وبعد كذا الحديد، هل في نحاس هل في ألمنيوم. مثلا نيجي هنا عندنا هنا طبعا المكيف نحاس، عندنا الغسالة الأوتوماتيك فيها نحاس وفيها ألمنيوم وفيها حديد وفيها ستيل، عندنا هنا في أسلاك نحاس هنا خفيفة، في ثلاجة صغيرة هنا برضو هذه فيها نحاس وألمنيوم، وفي ثلاجة الكبيرة ذي وفوقها غسالة. طبعا إيش في أدوات سباكة هنا ممكن تعاد استخدامها، طابعة الحاجات هذه خفافية، يعني في ستيل الصحن، ستيل الصحن، فيه الحديد الثقيل هذا حق السيارات، هذا حق الحديد حق السيارات ممكن إعادة بيعه مرة ثانية على أنه إيش يعاد استخدامه، ترش بويه، هذا ركب في السيارات الصالون، السيارات الجيوب، في مغسلة هنا سليمة، في شينكو 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 حديد هناك حديد، فيه هناك برواز ألمنيوم واحد، هنا في شاشة بلازما لها قيمة يعني، طبعا في سكراب في آخر المزرعة هناك. نرجع هنا، طبعا هذه الحاجات كلها يعني لو بتقيمها مثلا، احنا لو بنقول ان هذه بنطلع منها نحاس كم، خلينا نطلع نقول 10 كيلو، ما تجي 10 كيلو، يعني ممكن فيها طبعا نحسب في الأسوأ، لو قلنا فيها 2 كيلو نحاس خليها 0.5 كيلو، ولو قلنا فيها 2-5 كيلو ألمنيوم خليها، طبعا فيه مكيف فيها نحاس كثير، بس أنا أبغى أفترض الأسوأ وأبدأ عليها. أنا مثلا زي هذه كذا أبقيمها من 100 لـ150 ريال، بس 200 ريال، وإذا اللي قدامي أصلا يبغى يتخلص منها ممكن أنزل 50، لأن أنا وراي نقل، بجيب سيارة دينا وعامل عشان يشيل معي الحاجات هذه. شوفوا هنا في حاجات مثلا زي الوينش هناك، في حاجات تبعد عن السكراب، الجنط هذا ألمنيوم اللي هو الكفرات احنا نسميه جنط، الجنوط هذه هذا ثقيل ألمنيوم، ولكن ايش اذا كان اللي قدامي مو تاجر ويبغى يتخلص منها، انا ممكن اخذها مقابل التنظيف، تنظيف المكان. ليه؟ لان اصلا لو انا بلغت في السعر او اعطيته السعر اللي هو يحلم فيه، سعر الميزان مثلا، ما راح اطلع بفائدة. انا عندي نقل من هنا لحد المستودع حقي، وبعدين عندي عملية الفرز، وعندي وعندي عندي. فانا اذا كان اللي قدامي مو تاجر اعطيه سعر بسيط، او اذا هو وافق اول شيء ابدا مع التفاوض على اني بنظف المكان مقابل الحاجات هذه، يعني لان تنظيف المكان مو سهل كمان، هو لو بيجيب احد ينظف المكان بيتكلف لهم من 300 لـ400 ريال. فأنا مقابل أني أنظف المكان، طبعا أنظف المكان مو أكنسه، أنظف المكان بس أشيل السكراب، السكراب إذا شلته هو في نظره أنه نظف المكان، وأنا في نظري أني استفدت.
فعشان كذا هنا تجي العملية تبدأ أولا من صاحب المكان، وكيف أقدر أتعامل أحلل شخصيته، وهل هو يرجو ربح من وراء الموضوع أم أن الموضوع بس يبغى يتخلص من المخلفات. أغلب اللي أنا أشوفهم في المزارع ده يعني ناس كثير فيها إسراحات مثلا، أحيانا خاصة ممكن تتعامل مع الحريم مثلا مع النساء، ما يبغوا يتخلصوا من حاجة إلى الآن. يعني عندنا شوف هذا نحاس حق مكيفات عالي القيمة، يعني ممكن هذه تطلع لنا مبلغ حلو يعني الشيء هذه. فزي ما قلت أنا لو بسعرها 50 100 150، أو أبدأ أولا بموضوع شيء مقابل شيء، أنظف المكان مقابل الحاجات اللي فيه. وإذا ما شفت إن الرجل مثلا متمسك بحاجة يبغى يطلع بحاجة، 50 ريال 100 ريال زيادة على النظافة. هذا بالنسبة للحاجات اللي احنا نشوفها الآن. هذه طريقتي. وطبعا كل دائما إذا شفت أنا منافسة، أحيانا بعض المنافسة خاصة من بعض العمال اللي يجون، إذا شفت منافسة قوية أنا أنسحب صراحة، لأن أحيانا يصير على حساب السعر. في ناس عندهم أدوات للتصريف أفضل من أدواتي أنا، ممكن يكسبون أكثر مما أكسب أنا، فلكن أنا أمشي على اللي أنا أعرفه، أنا أعرف الأسعار فعلى ذلك أقيس. هذا اللي حبيت أبينه وضربت لكم مثال، وأتمنى إن شاء الله نكون فيه فائدة إن شاء الله.